بكم في تصحيح الفرض التجريبي في مادة الرياضيات للمستوى الرابع ابتدائي. نبدأ على بركة الله. التمرين الأول، أنجز العمليات التالية. لدينا عمليات القسمة سنقوم بإنجازها، ونبدأ بالعملية الأولى 572 تقسيم 3. نأخذ 5، 5 تقسيم 3 أي 5 كم فيها من 3؟ 1. 1 في 3 3، إذن 5 ناقص 3 2، أقوم بإنزال 7، يصبح لدي 27 تقسيم 3، إذن سأقوم في ضرب 3 في 9، 9 في 3 تساوي 27، 27 ناقص 27 أحصل على 0، أقوم بإنزال 2، 2 تقسيم 3 أي 2 كان فيها من 3 0، 0 في 3 يساوي 0، 2 ناقص 0 يساوي 2، وهذه هي نتيجة القسمة 572 تساوي 190 في 3 زائد الباقي 2. قسمة الثانية 606 تقسيم 8، 6 تقسيم 8 لا يمكن، إذن سأخذ رقمين 60 تقسيم 8، إذن أي 60 كان فيها من 8، إذن سأخذ 7، 7 في 8 يساوي 56، إذن 60 ناقص 56، إذن 0 ناقص 6 لا يمكن، 10 ناقص 6 4، ثم أرد السلف 6 ناقص 6 0، أقوم بإنزال 6 فأحصل على 46، 46 تقسيم 8 أي 46 كم فيها من 8؟ سأخذ 5، 5 في 8 تساوي 40، إذن 46 ناقص 40 أحصل على 6، 6 ناقص 0 6، 4 ناقص 4 0، وهذا هو خارج القسمة هو 75 والباقي 6. القسمة الثالثة 874 تقسيم 3، إذن سأخذ 8 تقسيم 3، 8 كم فيها من 3؟ 2، 2 في 3 6، إذن 8 ناقص 6 2، قم بإنزال 7 فيصبح لدي 27، 27 تقسيم 3 سأضرب في 9، 9 في 3 تساوي 27، 27 ناقص 27 تساوي 0، ثم أقوم بإنزال 4، 4 تقسيم 3 1، 1 في 3 3، 4 ناقص 3 تعطيني 1، إذن خارج القسمة هو 291 والباقي هو 1. القسمة الأخيرة 95 تقسيم 5، سأخذ العدد 9 أقسمه على 5 أي 9 كم فيها من 5؟ 5 واحدة، إذن 1 في 5 يعطيني 5، 9 ناقص 5 4، ثم أقوم بإنزال 5 فأحصل على 45، 45 تقسيم 5 قم بضرب العدد 5 في 9 وأحصل على 45، إذن 45 ناقص 45 أحصل على 0، إذن خارج القسمة هو 19 والباقي 0. ننتقل إلى التمرين الثاني. أكمل كل متساوية ثم أحدد المقسوم D والمقسوم عليه D والخارج Q والباقي R على الجدول كما هو مبين في الجدول. إذن المتساوية الأولى لدينا المقسوم هو 56، سنكتبه في مكان مخصص لديه له عفوا، ثم لدينا 6 وهو الخارج سأكتبه هنا. الآن ما هو العدد الذي سأضربه في 6 زائد عدد ما وأحصل على 56؟ إذن سأضرب 6 في 9 وسأحصل على ماذا؟ على 54، إذن جداء العدد 9 في 6 هو 54، ولكي أصل إلى 56 كم سأضيف؟ 2، إذن سأكتب هنا 9 والباقي 2، إذن 9 هو المقسوم عليه، 6 هو الخارج و2 هو الباقي. ننتقل إلى المتساوية الثانية، ماذا لدينا؟ المقسوم هو 81 ولدينا الخارج 9 والباقي 0، إذن ما هو العدد الذي سأضربه في 9 وزائد 0؟ سأحصل على 81 وهو 9، 9 في 9 تساوي 81. المتساوية الثالثة لدينا 75 هو المقسوم ولدينا الباقي 3، سأملأ خانة المتساوية الثانية ثم سننتقل إلى المتساوية الثالثة. إذن قلنا المقسوم هو 75 الباقي 3، إذن ما هو الجداء؟ عددين زائد 3 يساوي 75، إذن جداء 9 في 8 يساوي ماذا؟ 72 زائد 3 تساوي 75، ثم سأكتب 9 8 3. المتساوية الأخيرة ماذا لدينا؟ 47 هو المقسوم ولدينا الخارج هو 7
إذن ما هو العدد الذي سأضربه في 7 زائد عدد ما أحصل على 47؟ إذن سأذهب إلى جدول ضرب العدد 7 وسأضرب 7 في 6 أحصل على ماذا؟ على 42. 42 زائد ماذا لكي أصل إلى 47؟ زائد 5، ثم أملأ الجدول. إذن 5 هو الباقي لو غيست و 6 هو المقسوم عليه. الآن ننتقل إلى التمرين رقم 3، أنجز ما يلي. إذن لدينا مجموع وطرح عددين كسريين. إذن نبدأ بالمجموع. لدينا المجموع الأول 15 على 5 زائد 3 على 5. إذن ماذا نلاحظ؟ لديهما نفس المقام. إذن سنحتفظ بنفس المقام وسنقوم بجمع البسط. 15 زائد 3 تساوي 18 على 5. المجموع الثاني 10 على 3 زائد 3 على 15. إذا المقامين مختلفين، لكن نلاحظ بأن مقام العدد الكسري الثاني مضاعف للعدد الأول. إذا سنحتفظ بالكسر أو مقام الكسر الثاني كمقام موحد، أي 15 سيكون هو المقام الموحد. ثم أبحث في ماذا ضربت 3 لكي أحصل على 15. إذا 3 في 5، إذا 3 في 5، وكذلك سأضرب 10 في 5. إذن 10 في 5 ستعطيني 50، 50 زائد 3 تعطيني 53، وهذه هي النتيجة، 53 على 15. أما بالنسبة للمجموع الثالث فماذا لدينا؟ لدينا مقام غير موحد وليس أحدهما مضاعف للآخر. إذن ماذا سأفعل في هذه الحالة؟ نضرب العدد الكسري الأول في مقام الثاني والعدد الكسري الثاني في مقام الأول. سأقوم بإنجازها معكم على ورقة لكي أفسر أكثر. إذن 2 على 3 زائد 5 على 7 تساوي، نأخذ الكسر الأول 2 على 3 سنضربه في الكسر في مقام الكسر الثاني. إذن 2 في 7، 3 في 7 زائد العدد الكسري الثاني 5 على 7 وسنضربه في مقام العدد الكسري الأول، أي 5 في 3 7 كذلك في 3 أحصل على 2 في 7 14، 3 في 7 21 زائد 5 في 3 15، 7 في 3 21. إذا المقام الموحد هو 21. ثم أنجز الجمع بطريقة عادية، 4 زائد 5 9 و 1 زائد 1 2، فأحصل على 29 على 21، وهو نتيجة المجموع. الآن ننتقل إلى عمليات الطرح كذلك. إذا لدينا هنا مقام واحد، إذا فقط سأقوم بطرح البسطين. إذا المقام واحد هو 10، 25 ناقص 7 أحصل على 18. الكسر الثاني أو الطرح الثاني، إذا لدينا مقامين مختلفين، لكن نلاحظ بأن 12 مضاعف لأربعة. إذا أحتفظ ب 12 سيكون هو المقام الموحد. إذا في ماذا ضربت؟ سنضرب 4 لكي أحصل على 12، سأضربها في 3، إذا 4 في 3 سيحصل 12، إذا 2 كذلك سأضربها في 3 وسأحصل على 6 على 12، إذا 9 ناقص 6 تعطيني 3، وهذه هي النتيجة. أما بالنسبة للطرح أو العملية الأخيرة فنفس العملية التي أنجزتها معكم سابقا بالنسبة للجمع، إذا سأقوم بإنجازها كذلك على ورقة لكي تستفيدوا أكثر. إذا 3 على 4 ناقص 1 على 3. إذا دائما إذا نقوم بضرب العدد الكسري الأول في مقام الثاني أي في 3 ناقص العدد الكسري الثاني في مقام الأول أي 4. إذا تساوي 3 في 3 9 على 4 في 3 12 ناقص 1 في 4 4، 3 في 4 12. إذا نلاحظ أن المقام موحد هو 12، إذا 9 ناقص 4 5، وهذه هي النتيجة 5 على 12. ننتقل للتمرين رقم 4، أكتب بالحروف. إذا لدينا الأعداد العشرية، إذا ماذا نقرأ هذا العدد بالحروف؟ إذا نقرأه 6 وحدات و 13، 6 وحدات العدد الصحيح وثلاثة أعشار أي الجزء العشري. العدد الثاني لدينا 0.245، نقرأه 0 وحدات 2 أعشار و 4 جزء من المئة و 5 أجزاء من الألف، أو نقرأه 245 جزءا من الألف. 245 جزءا من الألف، أو قلت صفر وحدات
واثنان أعشار وأربعة أجزاء من المئة وخمسة أجزاء من الألف. العدد الأخير كذلك يمكن أن نقرأه بطريقتين، إذن يمكن أن نقرأه 73 وحدة وثمانية أعشار، أو يمكنني أن أقرأه 7 عشرات وثلاث وحدات وثمانية أعشار. إذا سأكتب 73 وحدة وثمانية أعشار. إذا قلت كذلك يمكن أن نقرأه 7 عشرات وثلاث وحدات وثمانية أعشار. إذا الآن ألون بطاقة الجواب الصحيح للعدد العشري 37.06. إذا 37 + 0.06 هل هي كتابة صحيحة للعدد 37.06؟ نعم، لأن 37 هو الجزء الصحيح، إذا أضفت 0 للجزء الصحيح يبقى 37.06، إذن هذه كتابة صحيحة، إذن نقوم بتلوينها. 37 + 6 هل هي كتابة صحيحة للعدد 37.06؟ لا، لأن هذا جزء صحيح وهذا صحيح، إذا قمت بجمعها سأحصل على 43. 37 + 6 على 100 نعم، لأن 6 على 100 تساوي 0.06 عفوا هكذا. إذا 37 + 0.06 هي كتابة صحيحة تساوي 37.06، لأن 6 على 8 قلت تساوي 0.06 + 37 أي نحصل على نفس هذه الكتابة. أما 3706 على 1000 فسأحصل على 3.706 وهي كتابة خاطئة. التمرين رقم 6، جيكري لي فراكسيون ديسيمال سو فورم دو نومبر ديسيمو كوم دون ليكزامبل. دونك ليكزامبل ان 908 على 10 ماذا تساوي؟ 90.8. كيف اقوم بانجازها؟ اذا لدي 0، اذا عندي 0 واحد فقط، اذا ماذا سافعل؟ عدد واحد بعد الفاصله اي 90.8. اذا لدينا صفران اي عددان بعد الفاصله اي 39 على 100، ماذا ستساوي؟ ستساوي 0.39، أي يجب أن يكون لدي رقمان بعد الفاصلة. لأن 47 على 1000 إذا لدينا 3 أصفار أي يجب أن يكون لدي 3 أرقام بعد الفاصلة أي 0.047. 3104 على 1000 3 أرقام بعد الفاصلة أي تساوي 3.204. 8 على 10 يجب أن يكون لدي عدد واحد بعد الفاصلة وهو 0.8. على 100 رقمان بعد الفاصلة أي 5.29. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية التصحيح، إلى تمارين أخرى إن شاء الله، إلى اللقاء.